صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده برنامجكم عيون مصريه. بنصبح طبعا على كل اخواننا المصريين والاشقاء العرب في كل شعوب العرب وفي كل بقاع الارض. الحقيقه النهارده حلقتنا متميزه جدا ومتخصصه ويمكن كمان حصريه، لان ان شاء الله هيكون معانا ضيف عزيز علينا جدا. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معانا ضيف، احنا بننوع عليه من دلوقتي ان شاء الله هنستقبله بعد الفاصل. هيكون معانا سعاده المستشار دكتور بريك المنقوش، المستشار الاعلامي بالسفاره الليبيه في القاهره وسفير النوايا الحسنه والتعايش السلمي. هيكون ضيفنا النهارده، هنتكلم عن حاجات كتيره جدا، هنتكلم عن محاور مهمه جدا 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 لكل الناس. هنتكلم عن الشباب ودور الشباب، هنتكلم عن الإعلام، هنتكلم عن ليبيا وشعب ليبيا الشقيق، اللي احنا دايما بنقول ان مصر وليبيا دايما مزيج واحد، وعندنا كثير من الليبيين موجودين عندنا في مصر، واختلط من قديم الأزل الدماء الليبية بالدماء المصرية في كثير من الانتصارات ويعني المعارك. كمان هنتكلم عن بعض المحاور المهمة اللي بتهم كل الناس، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو ما شابه ذلك. إن شاء الله هتكون فترة مميزة جدا لكل مشاهدينا الكرام، وهتكون حصرية من أول مرة على قناة الصحة والجمال ببرنامج عيون مصرية. انتظرونا بعد الفاصل واستقبال ضيفنا الكريم في عيون مصرية. كل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، وهي أغلى الأوطان في حب شكل عادي عيلك ما كل أناني. مصر بلادي وفؤادي، أهل الأوطان في حب شد عادي عيلك ما كل أناني، عيلك ما كل أناني. مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان، رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي وهي اغلى الاوطان عادي عيلك ما كل أناني. مصر بلادي وفؤادي وهي أغلى الأوطان في حب شدر عادي عيلك ما كل أناني. يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك، يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك، يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك، يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. من لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك.
وكلنا يا مصر في ده رملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نتف نغنيلك، وكلنا يا مصر في ده رملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نتف نغنيلك، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، أيدا أنا ديلك مصر، مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر، وكل شعب. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. علشان صحتك تهمنا بنستخدم أفضل خامات التغليف وكمان أجود أنواع المواد الغذائية. الامتياز فودز لتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع المواد الغذائية، أرز، سكر، خضروات وكافة أنواع البقوليات. التعامل المباشر مع كل منافذ بيع المواد الغذائية في كل مكان في مصر مع تجار الجملة والمحلات والفنادق والمطاعم. الامتياز فودز شعارنا هو الإتقان يصنع الجودة والتميز. أسعارنا ملهاش مثيل، واسألها تعرف إنه مفيش بديل. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، 2 شارع مسجد الرحمة، مساكن فيصل خلف الدائري، 011-5-650-1634، 010-92-34-0489. شركة هامبورغ لتصنيع واستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية. التكنولوجيا الألمانية والجودة السويسرية بأيدي مصرية. جميع أنواع الثلاجات، الغسالات والديفريزر. التعامل المباشر مع الموزعين وتجار الجملة في كل محافظات مصر. كل منتجاتنا بالضمان وحتى 5 سنوات. لدينا خدمة ما بعد البيع. مراكز صيانة هامبورغ في كل مكان. متخصصون محترفون نتميز عن غيرنا لأننا الأسرع في الوصول إليك. هامبورغ تهمها صحتك وصحة عيلتك، علشان كده لازم تنضموا لعائلة هامبورغ. هامبورغ يعني الجودة والأمان والضمان والعمر الطويل. هامبورغ لديها كل ما يلزم البيت المصري في أي وقت وأي مكان. شركة السماحة للمقاولات العامة والتجارة والتوريدات، بيع وشراء وإيجار أراض ووحدات سكنية ومحلات تجارية وعقارات وفلل. أروع وأجمل التصميمات وكافة أنواع التشطيبات والديكورات. إمكانية المشاركة على الأرض. شركة السماحة للمقاولات العامة والتجارة والتوريدات، 1 شارع عبد الخطاب، أرض اللواء المهندسين. ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلنا حضراتكم معانا ضيفنا الكريم سعادة المستشار الدكتور إبريك المنقوش، المستشار الإعلامي بالسفارة الليبية بالقاهرة وسفير النوايا الحسنة والتعايش السلمي. بنرحب بحضرتك يا فندم، وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أخي عبد الباقي، صباح الخير عليك، صباح الخير على الشعب المصري الكريم، صباح الخير على الشعب الليبي، وصباح الخير على كل مشاهدين هذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ مع حضرتك يا معالي المستشار، نتكلم
عن الشعب الليبي في عاداته وتقاليده، ونوضح بعض المفاهيم لدى المشاهدين الكرام عن شعب ليبيا الشقيق. نتكلم عن ليبيا في عاداتها وتقاليدها في كل ما يحلو لك. النهاردة احنا عايزين نبين للمشاهد شعب ليبيا وندي لهم صورة موجزة من برنامجنا عيون مصرية. تمام. طبعا ليبيا دولة عربية إسلامية تقع في شمال أفريقيا، تحد حوالي 6 دول عربية وأفريقية، وأقربهم للشعب الليبي هو الشعب المصري، كذلك الشعب التونسي والجزائري. ليبيا تحتل مساحة 17 على مستوى العالم، وعلى مستوى أفريقيا تحتل المساحة الرابعة جغرافيا. ليبيا حوالي 2 مليون كيلو متر مربع، وتملك شاطي طوله حوالي 2000 كيلو متر، يعني أطول شاطي للدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط. الديانة في ليبيا طبعا هي الديانة الإسلامية، كل الشعب الليبي مسلم ومالكي توجههم. الشعب الليبي شعب طيب، شعب مضياف، شعب كريم. الشعب الليبي عاداته وتقاليده هي عادات وتقاليد الشعوب العربية، زي ما عندكم في مصر أكيد موجود في ليبيا، لأن امتداد القبائل العربية في ليبيا هو امتداد طبيعي في مصر، في الجزائر، وفي تونس، وفي الدول العربية القريبة من ليبيا. ليبيا من حيث التاريخ، ليبيا دولة دخل فيها الحضارات وثقافات مختلفة، لكن الشعب الليبي ما يميزه هو شعب واحد. احنا ليس لدينا اثنية، ليس لدينا اي احد غريب، ليبيا كلها اسرة واحدة. بالنسبة لليبيا هاجمها الاتراك، هاجمها الرومان، هاجمها يعني مجموعة من مرت بعدة مراحل، مرت بعدة يعني فترات، ففيها حضارات قديمة جدا، في الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية، الحضارة الفينيقية، وهذه الحضارات خلفت من بعدها أثار موجودة لحد الآن. ليبيا تمتلك مسارح كبيرة مغلقة ومفتوحة، وتعتبر ممكن ثالث دولة في المسارح على مستوى العالم. ليبيا من ناحية السياحية لم يسلط عليها الأضواء ولم تروج للسياحة، ولكن هي تعتبر الدولة من دول شمال أفريقيا سياحية. إيه أهم المعالم السياحية الموجودة في ليبيا نعرفها برضو؟ والله طبعا أنت عارف في عندنا مدن أثرية عريقة، يعني زي شحات، وعندنا صبراتة، وعندنا لبدة، وعندنا جبال أكاكوس اللي هي في جنوب ليبيا. يعني ليبيا عندها صحراء جميلة جدا جدا، وفيها آثار قديمة تبلغ ممكن 5000 سنة. تمام. وفي آثار رومانية على الشمال وعلى الشاطئ، وفي مناطق جميلة جدا جدا، يعني اللي هي الجبل الأخضر وشحات، هذه منطقة تاريخ الطقس الليبي طقس معتدل، طقس البحر الأبيض المتوسط. تمام. وهذا يساعد السياحة لجلب السواح إلى ليبيا، ولكن ليبيا لم تشتغل على هذا الجانب، لأن ليبيا دولة ريعية تشتغل على برنامج النفط والغاز. ولكن لو توجهت الدولة إلى السياحة حيكون مورد موازي لمورد النفط والبترول في ليبيا. أنا طبعا نتمنى أن يكون ده موجود في خطة الدولة في ليبيا، أن هي تركز على موضوع الجانب السياحي، وخاصة السياحة العربية، يعني بيبقى لها مردود كبير جدا، ودولة زي مصر ودول زي الدول العربية كلها أكيد هيبقى بالنسبة لهم حاجة إيجابية أو حاجة جديدة في السياحة العربية، أن احنا بنشجع السياحة العربية في كل الدول العربية. أنا أتمنى أن الشركات المصرية العريقة في برنامج السياحة أن يكون هناك نوع من البروتوكولات أو نوع من الاتفاق مع الشركات السياحية الليبية الحديثة اللي هي لا تمتلك خبرة، ومصر تمتلك خبرة كبيرة. يا ريت يكون في نوع من الاهتمام والتناسق والتناغم والاتفاق على كيفية دمج السياحة الليبية مع السياحة المصرية. أنا متأكد حيكون لها مردود كبير على الشركات المصرية ذات السمعة الطيبة وذات الخبرة الطويلة.
وبالتالي عندنا شركات ليبية مش ما عندناش، ولكن تمتلك للخبرة، تمتلك للترويج الإعلامي، تمتلك تفتقر للترويج السياحي افتقار يعني في هذا الجانب. لكن بالتعاون مع الجانب المصري المزج اللي حضرتك بتنادي بيه دلوقتي ان هو يكون في نستعين بالخبرات المصرية في هذا المجال سواء كان في السياحة او في التجارة وندعم هذه الشركات بالتعاون المسلم ما بين البلدين ما بين مصر وما بين ليبيا وما بين ليبيا وكل الدول العربية. حقيقة مرة فترات جمود وركود في هذا الجانب، وانت عارف الليبيين يتخوفون من السياحة ومن جلب السواح إلى ليبيا نتيجة لشوية التزام الديني، ولكن الآن أنت مجبر أن في هذا القرن وفي هذا العصر وفي هذا الوقت أنك أنت تفتح أبواب السياحة دي، أعمل ضوابط، أعمل قوانين، أعمل لوائح معينة تضبط السياحة وتضبطها، ولكن استعين بالخبرات العربية بدل ما تستعين بالخبرات الأجنبية. لديك مصر عندها يعني كوادر مهنية متدربة في هذا المجال وفي هذا السلك، فأنا أتمنى أن يكون في نوع من التنسيق والاتفاق على كيفية ترويج للسياحة في ليبيا، لأن ليبيا تمتلك شواطئ جميلة جدا جدا وتمتلك صحراء وتمتلك جبال، في عيون في ليبيا مائية طبيعية كبريتية، في يعني أشياء تجذب السياح، ولكن محتاجة لمن يشهر هذه الأماكن ويوضحها للعالم حتى يأتي السواح إلى ليبيا. الحقيقة حتة إشهار هذه المعالم وتوضيحها للدول العربية والعالم كله أكيد للإعلام دور كبير، وخاصة إحنا عارفين إن الإعلام بيأثر في كل المجتمعات على مستوى العالم، بيأثر النهاردة في كل المجالات وفي كل التخصصات، وده اللي هيخليني أسأل حضرتك دلوقتي عن أثر الإعلام على المجتمع العربي بصفة عامة. بالنسبة للإعلام أو وسائط الإعلامية مختلفة طبعا، سواء كانت مرئية ومسموعة ومقروءة ومكتوبة، ودخل الآن الانترنت والشبكة العنكبوتية على هذه الوسائط الاتصال، والإعلام هو نوع من أنواع إيصال المعلومة والخبر إلى المشاهد، وإذا تمكننا من أن احنا نسير هذه القنوات أو هذه الوسائل أو هذه الوسائط الإعلامية بطريقة صحيحة، بالتأكيد حنوصل الشيء الطيب والشيء الإيجابي والشيء الممتاز. الإعلام عليه مسؤولية كبيرة، ومسؤولية هذا الإعلام الابتعاد عن ضخ الإشاعات والفتن، الابتعاد عن ضخ الأشياء التي لا تؤدي إلى سلوك جيد بالنسبة للأفراد والمواطنين بصفة عامة. علينا أن نعظم الأشياء الجميلة ونحاول إرسال الصورة الحقيقية لشبابنا ولتوعيتهم لإظهار الشيء الإيجابي في ربط العلاقات العربية العربية والعلاقات البينية والعلاقات مع أفريقيا، والآن إحنا الآن الحمد لله مصر الآن تقود أفريقيا وهي تقود القاطرة الأفريقية بزعامة الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يجب أن يكون عندنا إعلام حقيقي، يجب أن نظهر الصورة الحقيقية، يجب أن نحن نظهر الجانب الإيجابي والعظيم للشعب المصري، ما نبتعد عن الأشياء السطحية، الأشياء التافهة، الأشياء اللي هي، لأنك أنت الآن بتقود أفريقيا، كيف تقود أفريقيا وتقدم إعلام ضعيف؟ كيف تقود أفريقيا وتقدم إعلام سيء؟ كيف تقود أفريقيا وانت عندك مثلا صحف ولا جرائد هدفها الأساسي هو نشر الفتن ما بين الأفراد وما بين المجتمع؟ لا، يجب أن نرتقي إلى مستوى القيادة، مستوى الوعي، مستوى الفهم، نقدم إعلام حقيقي، إعلام عظيم، إعلام يعني ينور أفريقيا بالكامل، لأن الآن كل المسؤولية حقيقة منصبة على مصر وقيادة مصر والشعب المصري. إذا نحن نثق في هذه القيادة وزعامة مصر، طبعا نحن ندعمها ونشد على يدي أبطال مصر في جر قارة أفريقيا إلى التقدم، زي ما كانت في فترة من الفترات تقود في العالم إلى مؤتمر دول عدم الانحياز، الآن نحن نقود في أفريقيا بفضل زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن نكون في هذا المستوى حقيقة. يعني احنا بنأكد طبعا على حضرتك يا معالي المستشار ان مصر على قدر المسؤولية، وان كان كل قاعدة لها شواذ، يعني في اي مجال في الدنيا او اي دولة في الدنيا هناك بعض ما نقولش بقى الاستثناءات، بعض الفجوات الموجودة سواء كان في الاعلام او غير الاعلام. احنا كدورنا بنوعي المجتمع العربي
بأن يكون هناك إعلام هادف، ودور المؤسسات الرقابية ودور المؤسسات الإعلامية ودور الدولة في التجديد والرقابة على المحتوى الإعلامي اللي بيطلع للناس، لأنه ده بيأثر في المواطن جدا جدا جدا، إما يكون هذا التأثير تأثير سلبي أو تأثير إيجابي. وبالتالي لو كان التأثير ده سلبي أكيد بيأثر بالسلب على المجتمع وعلى الأسرة وعلى البيئة وعلى الدولة اللي المواطن عايش فيها. نحن يعني تأكيد لكلامك في عبد الباقي، نحن فعلا محتاجين لإعلام، يعني إعلام فهم دوره، فهم رسالته، عنده رؤية واضحة، عنده رسالة واضحة، وبالتالي الناس تتبعها. نحن ما محتاجين لإعلام يأخرنا، ولا إعلام يجهل المواطن، ولا إعلام يسلط الأضواء على أشياء تجر إلى الخلف. نحن محتاجين لإعلاميين شباب ذو رؤية وثقافة ووعي من أجل هذه الأمة العربية، ومن أجل الجيل الصاعد الآن والجيل الواعد. على الإعلاميين أن يكونوا في مستوى المسؤولية. نعم، كلمنا بقى عن التعاون في مجال الإعلام أو الفن، الثقافة، الأدب، ما بين مصر وما بين ليبيا. حتى من قديم يعني أنا أعلم جيدا أن هناك بعض التعاون في كثير من المجالات، يعني كلمنا عن هذه الذكريات. والله أقول لك حاجة، يعني بعض المراقبين للإعلام، ما بين، خلينا نحكم ما بين الجانب الليبي والجانب المصري، نحن في الجانب الإعلامي لدينا قدرات إعلامية كبيرة، ولدينا فنانين صاعدين وواعدين، ولدينا في كل الجوانب الحياتية لدينا أفراد، سواء في الرياضة عندنا أفراد ونجوم يعني على مستوى العالم، لم يسلط عليهم الإعلام المصري الضوء. عندنا مثلا لو جينا جانب الرياضة، عندنا اللاعب طارق التايب، لاعب مخضرم، لاعب ممتاز متميز، لم أشاهد أي قناة فضائية تذكر هذا اللاعب. عندنا فنانين كبار قدموا أشياء جميلة للشعبين الليبي والمصري، احنا دائما نقول شعب واحد في قطرين، ولكن في تجاهل حقيقة. هذا كلام بعض المراقبين، يقال أن الإعلام المصري لا يهتم بالفنانين الليبيين، رغم أنه لو ذكرنا مثلا، أعطيك مثل واحد، الفنان محمد حسن، هذا فنان ليبي طبعا معروف طبعا. الفنان هذا غنى للوطن وغنى لمصر وغنى لزعامة مصر وغنى للقائد جمال عبد الناصر. نعم. أغنية تسمى الهرم، الهرم الرابع. أنا عمري ما سمعت هذه الأغنية في أي قناة إعلامية، وهذا يعني نوع من بصراحة لا، بس هي أغنية معروفة على، يعني إذا كان حتى في تقصير في، إحنا بنطلب طبعا، بنطلب من الإعداد ينزل لنا أغنية الهرم الرابع للفنان الليبي محمد حسن، يعني يا ريت يجهز لنا هذه الأغنية. والله يتمنى ذلك يعني. تمام. طيب فضل حضرتك، كلمنا عن الكواليس بتاع الأغنية للفنان محمد حسن. طبعا هي الأغنية للتأليف الشاعر الكبير نزار قباني، وكانت هذه الأغنية يفترض أن يقدمها الفنان الكبير العظيم عبد الحليم حافظ، ولكن صار لي ظرف معين وتدخل القائد معمر القذافي. هو على ما اعتقد هو كان مسافر عشان رحله العلاج، فتدخل القائد معمر القذافي الله يرحمه وكلم جمال عبد الناصر على اساس ان عندنا فنان ليبي قدير ممكن يغني هذه الاغنيه. نعم. فغناها الفنان محمد حسن. طبعا شفنا الاغنيه الفنان الليبي محمد حسن، كلمات شاعر كبير نزار قباني، قد ايه بجد اغنيه مؤثره جدا جدا، وبتدل على مدى الترابط ما بين ليبيا وشعبها ومصر وشعبها من قديم الازل. وفعلا في تقصير من دور الاعلام على يعني تسليط الضوء على مثل هذه الثقافات وهذا الفن العريق مننا كلنا كاعلاميين. عشان كده احنا قلنا لا، احنا لازم نسلط الضوء على بعض النماذج الإيجابية اللي دايما بتدعم الشعوب في كل الأماكن ولهم أثر كبير بتواجد معالي المستشار معانا إن شاء الله. وأرجع لضيفي الكريم سعادة المستشار، نكمل سؤالنا عن التعاون الثقافي والفني والإعلامي ما بين مصر وما بين ليبيا، وأهم النماذج اللي حضرتك حابب تشير إليها وبتواجدها هنا في مصر وفي الشعب العربي. طبعا احنا نتمنى ان يكون في، هو في تعاون بسيط ولكن لا يرقى الى مستوى الطموحات. اتمنى ان يكون في تعاون في مختلف المجالات، سواء كانت الفنيه، المسرح، موسيقى، غناء. في الموسيقى عندنا فنانين كبار، طبعا نترحم الفنان
محمد حسن وترحم علي نزار قباني اللي قدموا هذه الأغنية الجميلة وهذا اللحن الجميل للفنان والمطرب الليبي محمد حسن. عندنا الفنان أحمد فكرون هذا تحصل على الأسطوانة الذهبية من باريس بفرنسا، تغني بمجموعة لغات مش اللغة الليبية مش اللغة العربية فقط، عنده يمتلك مجموعة من اللغات ويغني بها، فنان مشهور كبير لم أسمع في مصر. في الفنان المزداوي فوز المزداوي مطرب جميل جدا وفنان رائع وصديق لحميد الشاعري وعمر ضياب، وعندنا شاب جيلاني، عندنا أيمن لعتر، عندنا مجموعة من الفنانين الليبيين، ولكن للأسف لا يتم استضافتهم في أي برنامج أو أي قناة ولا حتى الجرائد والصحف تسلط الأضواء عليها. نحن من هذا البرنامج الطيب عيون مصرية يجب أن تكون عيون عربية تكتشف المواهب وتكتشف الأشياء الجميلة في الوطن العربي وتقدمها بشكل جميل ولطيف للأخوة المشاهدين. وهذا دور يعني أنت تقوم به كشاب عربي مصري متألق يسعى لربط الشباب العربي بهذه القناة وبالقنوات المصرية، أنت تقدم في دور إيجابي دور ممتاز تشكر عليه حقيقة، لأنك أنت تحاول توعي الناس أن نحن شعب واحد عربي، ليس هناك أي حواجز بيننا، وحتى الحدود هذه عبارة عن حدود وهمية زرعها الاستعمار لفصل الأبناء الوطن الواحد. نحن لدينا جهاد مشترك، أحمد عزام شارك مع عمر مختار في الجهاد في ليبيا، عندنا حمد الباسل يعتبر الرجل الثاني مع سعد زغلول في الجهاد. إذا نحن في تمازج في ترابط ما بين الشعب الليبي والشعب المصري. ده يمكن أنا وضحته مع المستشار في بداية حلقتي في المقدمة وقلت إن إحنا الشعب الليبي والشعب المصري وليبيا ومصر هما نسيج يعني واحد ودم واحد ونسيج واحد. نتكلم بقى بما حضرتك أشرت للشباب، نتكلم عن دور الشباب في المجتمع، ما لهم وما عليهم. طبعا سؤال كبير محتاج لحلقات. الشباب هم نص الحاضر وكل المستقبل. الله، الشباب هم عدتنا القادمة. الأمة العربية تعتبر أمة شابة الآن، أوروبا في إطارها للشيخوخة، وبتشوفه أنت هم يفتحوا في مجال للتجنيس ومجال لإعطاء الجنسية لأي حد يجيهم، لأن هم أصلحت أمة كبيرة شاخت. الآن الأمة العربية هي أمة شابة، ونحن الشباب هم رأس المال الأمة العربية. إذا كان رأس المال هذا فرطنا فيه ولم ننتبه له، بالتأكيد حيكون مستقبلنا ضايع، مستقبل الأمة العربية في شبابها. عندما يقوى الشباب العربي حتقوى الأمة العربية. الشباب اهتمام بهم يبدأ من الأسرة، كيف النشأة، كيف نهتم به، كيف نرعاه، تربية، علم التربية السليمة والتربية الصحيحة طبعا. حتى لا ينحرف هذا الشاب ويتجه خطوات إلى الأمام والخلف، يعني يتجه لي يعني نسموه فيها اندحار للخلف والأمام، يمشي للحركات الهدامة والزندقة أو يمشي للمخدرات والحشيش. فنحن لا نبو عقل سليم في جسم سليم، يجب أن تربى ويتغذى في الأسرة ويتم الاهتمام الأب والأم بهذا الطفل أو هذا الابن، بيعتبروه هذا هو مشروعهم، هو مشروع المستقبل طبعا، رأس مال الأسرة. بعدين المجتمع والدولة يجب أن تتبنى هؤلاء الشباب، ترعاهم من أي انزلاق يحصل، من أي تفكير قد يجر هؤلاء الشباب إلى منزلق خطير نعاني منه الآن، اللي هو يوصلنا إلى الحركات الإرهابية اللي انتشرت في الوطن العربي باسم الإسلام وباسم أي مسميات أخرى. علينا مسؤولية كبيرة في هذا الوقت تجاه الجيل الجديد، أبنائنا اللي هم الشباب، كيف بتوفر لهم أنت إمكانيات بحيث لا يهربوا منك إلى الغرب. الآن في أضواء في أوروبا تستقطب هؤلاء الشباب، وفي هناك رعاة خاصين يعملوا على جلب الشباب العربي، واغلبهم ماتوا في البحار وماتوا في اجره غير الشرعيه، اجره غير الشرعيه. نحن مسؤولين عليها، نقول لك بصريح العباره ان نحن اذا لم نهتم بهذا الشباب حيضيع منا ويضيع مستقبل الامه العربيه بالكامل. الشباب شنو احتياجاتهم؟ يجب نعمل المؤتمرات، نعمل ندوات، نكتشف
نحن شن هي رغبات الشباب، شن هي طموحاتهم، ونسخر لهم كل إمكانيات. نحن الدول العربية ليست فقيرة، الدول العربية غنية. هو أول الحقيقة يمكن في الفترة الحالية في برضو تركيز ووجود كثير من المؤتمرات اللي بتطلع الشباب وأهداف الشباب، يمكن مش على مستوى مصر بس، ده على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى العالم. يعني في منتدى شباب العالم، في المنتديات اللي بتم تنظيمها خاصة بالشباب الأفريقي والشباب العربي. الحقيقة أن احنا عايزين نحقق معادلة ما بين الشباب وطموحاتهم وأهدافهم وما بين الدولة ومؤسساتها والمسؤولية الاجتماعية نحو هؤلاء الشباب. بمعنى النهاردة مفيش دولة في العالم، مفيش دولة في العالم ما فيهاش نسب بطالة، مفيش دولة في العالم ما عندهاش ظروف اقتصادية أو بتمر بظروف اقتصادية قد تكون صعبة ولو لبعض الوقت. ومن هنا ان اي شاب النهارده بيتخرج لو هو عنده طموح كويس وعنده هدف ومحقق الهدف بتاعه كويس وبيسعى ليه بجديه وبنديه ان هو عايز يحقق الحاجه ديت، بدل ما بينتظر الوظيفه الحكوميه زي ما احنا هنا بنشوف في مصر. لو الشاب ما توظفش في احدى مؤسسات الدوله فهو بيعتبر نفسه ان هو يعني عاطل. فطبعا دي معلومة خطأ 100%. ليه هو ما يبقاش عنده طموح ان هو يسلك ان هو يعمل مشروع صغير، ياخد قرض صغير من احدى البنوك ويسلك هذا الطريق، يشتغل في عمل خاص، يحاول ان هو يلجأ لأي عمل شريف يحاول يحقق ذاته لحد ما ربنا يسهل والظروف تتحسن. في نفس الوقت ما بقاش دائم اللوم على الدولة ومؤسساتها ان خلاص احنا حاسين بالظلم ومفيش وظائف ومفيش سكن ومفيش مواصلات مفيش كذا مفيش كذا، دايما حاسس بالشعور اليأس والإحباط وانه في تقصير من الدولة اتجاهه. وفي نفس الوقت برضو بنناشد الدولة ومؤسسات الدولة كلها على انها ترعى الشباب وان يكون في فرص عمل لهؤلاء الشباب بعد تخرجهم، يكون في تقنين، يكون في الاهتمام بمستوى التعليم وتطوير التعليم الفني، بحيث ان الشباب النهاردة في مجال التعليم وهو بيتعلم بياخد وبيعرف مهنة معينة يقدر يعتمد عليها بعد تخرجه بدون الانتظار لوظيفة. فده دور مهم جدا. يعني ازاي نقدر نحقق المحادلة دي ما بين الشباب وطموحهم وما بين مؤسسات الدولة وتلبية أهداف وطموحات وأحلام الشباب؟ هي معادلة تتم ما بين ثلاث جهات. الجهة الأولى اللي هي الأسرة والنشأة الأسرية، كيف أنك أنت تربي ابنك، كيف تجهزه، كيف تعلمه، كيف تخليه في مستوى، يعني أي شيء ضروري من اهتمام من البداية زي النبتة. بعدين بعد ما يتم الاهتمام من ناحية الأسرة وتنشئته وإعداده الإعداد الجيد والقوي، ويبدأ هو عنده مدارك، يعني مدارك مفتوحة لتحقيق هدف معين، يأتي دور الدولة أن الدولة توفر فرص عمل لهؤلاء الشباب. أنا بصراحة أثني على المؤتمرات اللي قامت في مصر وهي اللي شاهدناها، هي فعلا في إطار توجيه الشباب إلى الاتجاه الصحيح، ولكن لا تكفي باعتبارها هذه رافد من الروافد الأساسية. يجب أن نوفر فرص عمل للشباب في، طبعا هذه مش في مصر بس، في كل الوطن العربي. وبعدين الإعلام، كيف الإعلام يوجه الشباب التوجيه الصحيح ويعطيهم الفرصة في أنهم هم يضع الخريطة أمامهم، يوضح لهم، يبين لهم. المؤتمرات والإعلام والأسرة كلها مشتركة، مجموعة في مجموعة متشابكة. يعني ما نقدرش مثلا نقول لا والله الأسرة فقط هي تتحمل المسؤولية، لا، ولا نقول الإعلام فقط يتحمل المسؤولية، ولا نقول الدولة هي فقط. الدولة إذا كان أنت مش مهيئ نفسك وفي فرص عمل بس أنت ما تقدرش لأن إمكانياتك ضعيفة، ما نقدرش الدولة تحطك في هذا الجانب. عليك أنت تعد نفسك كشاب إعداد جيد، تدرب نفسك، تتعلم لغات، تتعلم تدرس كويس. ما تقدرش تتعلم أو تدرس، اتجه إلى مهنة، تعلم مهنة معينة. يعني يقول حرفة في اليد ولا مال الجد، يعني عندك حرفة معينة في يدك مهني، إذا تقدر تكسب منها ذهب. وبالتالي نحن علينا أن نفكر في أنفسنا كأسر وكأفراد وكشباب، أن نحن كيف نبني بلدنا، كيف نحن نتحول من طاقة عاطلة، طاقة معطلة، إلى طاقة قوية قادرة على الشغل، قادرة على الإبداع، قادرة على التألق. ونحن شبابنا عقولهم متفتحة، محتاجين لتضافر الظروف والمواقف من أجل صقلهم الصقل الصحيح.
وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله. ننتقل بقى من محور الخاص بالمجتمع ودورنا وكلامنا عن دور الشباب وأهميته في المجتمع وطموحاتهم، ننتقل إلى الجانب السياسي ونتعرف من حضرتك ونعرف سادة المشاهدين عن مفهوم الديمقراطية الحقيقية وأثرها على المجتمع ككل في حال تطبيقها التطبيق الصحيح. شكرا. طبعا بالنسبة للديمقراطية هي كلمة أثينية يونانية يعني، واسمها معناها الحقيقي في التعريف ديموكراسي، يعني الشعب على الكراسي. تحولت إلى من الشعب على الكراسي عملوا برلمانات صغيرة ومجالس نيابية صغيرة، وكان لما قامت في أثينا في اليونان كانوا مجموعات تجلس في قاعة زي القاعة وكل مرة حد يحكمهم، لكن تحولت بعدين إلى برلمانات تم هم النواب عن الشعب، بعدين داروا أحزاب، والديمقراطية تحولت من ديمقراطية الشعب اللي يحكم اللي هو صاحب القرار إلى مجموعة من النواب ينوبوا عنه. فتحولت المجالس النيابية في حكم غيابي للشعب، تحكم في غياب الشعب، الشعب قاعد في بيته وقاعد المجالس النيابية تحكم في الشعب، داروا برلمانات. ولكن الآن العصر تجاوز هذه المرحلة، تجاوز عصر الأحزاب وعصر البرلمانات وعصر المجالس النيابية، وشفنا احنا في أمثلة حية يعني في لبنان قالك القرار البرلماني أو الحزبي سقط في الشارع اللبناني، الشعب رفض هذه الأحزاب، لأن الحزب ما هو تكوين الحزب اللي هو الآن بيحكم في ظل الديمقراطية اللي يحكوا عليها ديمقراطية غربية لا تتمشى مع العرب، نحن العرب والمسلمين لا تتمشى معنا الديمقراطية الغربية، نحن شعوب وقبائل، قبائل يعني، وبالتالي الحزب هو قبيلة من لا قبيلة له، الحزب هو قبيلة العصر الحديث، يعني من هو مكونات الحزب؟ الحزب يتكون من مجموعة من الأفراد ذو رؤية واحدة وثقافة واحدة وعقيدة مشتركة، وبالتالي هؤلاء المكون الجديد ينفصل عن الشعب، ينفصل عن ذاته، ينفصل عن أسرته، لأنه هو في حزب معين، وبالتالي الحزب هذا بس وجود الأحزاب على أرض الواقع سعادة المستشار يعني ليه أثر كبير جدا، ده لو في ليهم تأثير يعني هم ليهم تأثير ولهم أدوار المفروض إن هم يقوموا بيها، لكن للأسف إن إحنا عندنا كثير من الأحزاب يعني دورها موجودة، حزب على أحزاب كرتونية زي ما إحنا بنقول عندنا في مصر، وفي أحزاب لها دور كبير جدا في المجتمع، متواجدة في الشارع، متواجدة مع الناس، ومتواجدة في الإعلام، ومتواجدة في كل المؤسسات، وبتعلن عن دورها ودعمها للشباب ودعمها للمؤسسات الدولة ودعمها للدولة ككل. فين إحنا؟ ده خلاني عايز أقول لحضرتك إيه، من الممكن أن تكون هناك أحزاب سياسية موجودة على أرض الواقع لها دور، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأحزاب السياسية الموجودة حبر على ورق ليس لها أي دور في الشارع المصري أو حتى الشارع العربي، وأنا مش بتكلم على أحزاب عندنا في مصر بس، أنا بتكلم في كل الوطن العربي. فأنت شايف المفروض الأحزاب دي كلها؟ بصراحة أنا مانيش ضد الأحزاب اللي تشتغل كويس والأحزاب اللي هي لها جانب إيجابي، ولكن الحزبية عندما تتوغل وتتحول من حزب سياسي لحزب مسلح هنا يتغير الله. هو حزب حزب وفي مثال عليه تو مثلا لما نتحدث على حزب الله، حزب الله هذا دولة داخل دولة، يعني وين السلطة اللبنانية، وين الحكم اللبناني؟ حزب لبنان هو حزب حزب الله هو اللي حاكم في لبنان، مسلح ميليشيا تحكم في لبنان، هذا حزب ولا مش حزب؟ هو الحزب منين تمويله؟ من اللي يتبعه؟ من اللي يأثر فيه؟ وبالتالي أنا لما نفتح مجال للأحزاب وما نراقبش هذه الأحزاب ونعرف حتى تمويلها منين ممكن تكون مضرة للمجتمع، لأني أنا قلت لك من البداية أن الأحزاب هذه هي مصطنعة، ويعني قبيلة مصطنعة جديدة حديثة تضم مجموعة من الناس، قد يكون لها تأثير إيجابي وقد يكون لها تأثير سلبي، في ناس نازلة في الشارع وعندها أحزاب وما وليست سيئة وتقدم في جانب إيجابي واتفق معك في هذا الجانب، لكن عندما تتغول هذه الأحزاب وتتحول من أداة سياسية إلى أداة عسكرية، عندنا أمثلة حماس وحزب الله وبعض الأحزاب الممولة من دول لا أريد أن أذكرها، وبالتالي تكون جانب نقمة على الديمقراطية وعلى سلطة الشعب وسلطة الناس. الناس تتحول الآن الناس تبكي في الشارع تبي مرتباتها تبي فلوسها، الأحزاب سرقت كل أموال الناس ونهبت كل مقدراتهم،
الحياتية، وبالتالي هذه الأحزاب كانت هي نكبة للأمة العربية وليست للديمقراطية، لكن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية المباشرة، هي اللي أمرنا بها القرآن، شاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، يتشاوروا الناس يأخذوا الرأي السليم فيما بعضهم بدون حد ينوب عنهم في برلمان ولا في مجلس نيابي ولا في حزب زي حزب الشيطان. احنا طبعا بنأكد على كلام حضرتك بأن جميع الأحزاب وال يعني القوى السياسية في مصر وفي الدول العربية والعالم كله يجب أن يكون لها دور حقيقي بالتواصل مع الشارع ومع المواطنين وتحقيق بعض آمال وطموحات هؤلاء المواطنين حتى نرتقي بالمجتمع المصري والمجتمع العربي لنقود الأمم. احنا طبعا بنشكر معاليك معالي المستشار على تشريفك لينا و أثرتنا بهذا الحديث الطيب في عدة مجالات، اتكلمنا عن الشباب، اتكلمنا عن الاقتصاد، اتكلمنا في السياسة، اتكلمنا في حاجات كتير جدا. تشريفك ووجود بعض النماذج من الدول العربية في مثل هذه البرامج هو دور حقيقي وواجب على كل إعلامي، واجب على كل منبر إعلامي موجود في مصر وفي الوطن العربي، الدمج العربي لكل نموذج مشرف في أي دولة عربية. نشكر حضرتك معانا يا منصور. بارك الله فيك. شكرا أخي زميلي. الله يخليك. وزي ما حضرتكم تابعتونا بهذا الحوار الشيق وهذا التعاون المثمر ما بين كل الدول العربية، بنحاول من خلال برنامجنا عيون مصرية أن احنا من فترة للتانية يكون بعض معانا بعض النماذج الإيجابية والرموز الإيجابية من الدول العربية عشان نسلط الضوء عليها ونحاول نشوف ما هو مدى مزج ودعم العلاقات وتعزيز العلاقات ما بين الدول العربية وبعضها عشان في الأول وفي الآخر نطلع ان احنا عندنا نعرف نتعاون، نتحاور، نتشارك، نقدر نفيد المجتمع العربي ككل. ان شاء الله تابعونا في عيون مصرية، كل حلقة معاكم هيكون في فكرة جديدة وفي موضوع جديد وفي ضيوف أثرياء جديد بالمعلومات وبالعلم وبالثقافة وبالأدب. تابعونا في عيون مصرية كل أسبوع معاكم إن شاء الله الساعة 9 صباحا. معاكم عبد الباقي عزوز، بشكركم وإلى اللقاء ونشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة بعيون مصرية.